بداية، أول جامعة متخصصة في العالم بالذكاء الاصطناعي وبحوثه، والذي يمثل أكيد مستقبل هذا العالم. حدثينا عن بداية هذه الجامعة وأهم ما يميزها. طبعاً السلام عليكم جميعاً. يشرفني اليوم أني أتكلم وأخبركم عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اللي تم إنشائها في أكتوبر 2019. طبعا احنا في 2017 عرفنا ان في وزير للذكاء الاصطناعي، وبعد سنتين تم انشاء جامعه محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهذا بحد ذاته يعني انجاز كبير للاماره ابو ظبي ودوله الامارات اللي ساهم في تعزيز تنافسيه الدوله في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا الجامعه تهدف الى انها تكون مثل ما نقول جنة للبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ان عندنا بنية تحتية تساعد في اعداد البحوث في هذا المجال، ونحن نستقطب افضل العقول والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، ونخلق بعد كفاءات تعمل في هذا النظام. بالاضافة الى ان هدفنا انه يكون عندنا منظومة لريادة الاعمال في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم. فجامعة تكرس اهدافها للبحوث، استقطاب العقول، وإلى خلق الكفاءات في هذا المجال، وبالإضافة إلى خلق جهات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.